طبعا طبعا مباراه الامس دي مش مقياس اطلاقا للامكانيات الحقيقيه للعبة النادي الاهلي. المنافس كان ضعيف جدا في الحقيقه، لكن بتدي مؤشرات ايجابيه في الحقيقه، والمؤشرات الايجابيه هي اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي. القادم باذن الله هيكون افضل للنادي الاهلي، استعدادات هتكون قويه خلال المرحله اللي جايه، راحه 3 ايام بعد مباراه الامس، بعديها الفريق يستأنف استعداداته للموسم الجديد. عندك بطولة الدوري وقبليها السوبر وقبليهم كمان ممكن يكون دور ال 32 وبطولة دوري ابطال افريقيا. بالمناسبة الاهلي هيقابل يا اما كانو سبورت من غينيا الاستوائية او ميكلي من اثيوبيا. المباراة الأولى انتهت 2-1، المباراة الثانية هتكون 2-1 لكانو سبورت من غينيا، المباراة الثانية هتكون بكرة إن شاء الله الساعة 2 الظهر، الفائز منهم هيتأهل لمواجهة النادي الأهلي في دور ال 32، أيا كان نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المرحلة الهامة جدا جدا. طيب ده فيما يتعلق بالنادي الأهلي، طبعا في كلام كتير عن المدير الفني ده هنتكلم فيه بتفاصيل أكتر على مدار الحلقة ومن خلال الأخبار اللي اتكتبت عن النادي الأهلي سواء في الجرايد أو في المواقع، لكن في الحقيقة عايز أروح شوية لاتحاد الكرة المصري، وإحنا عارفين إن كان في لجنة تم تعيينها بشكل رسمي خلال الأيام السابقة، فبالتالي اللجنة ابتدت ممارسة مهامها في اتحاد الكرة، والنهاردة كان في اجتماع ليهم أول اجتماع، وبعديه على طول كان في مؤتمر صحفي، اجتماع تقريبا كان في تمام الساعة الواحدة ظهرا بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وبعديه كان في مؤتمر صحفي. أبرز الأمور اللي حدثت على مدار اليوم النهاردة في اتحاد الكرة بالتحديد إن طبعا استقالة اللواء ثروت سويلة من المدير التنفيذي للاتحاد الكرة، واللي كان أدار الأمور على مدار الفترة اللي فاتت تقريبا شهر أو شهر شوية بعد استقالة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة. جه مكانه مين؟ جه مكانه وليد العطار، وهيكون قائم بأعمال المدير التنفيذي. لكن في تصريحات مهمة لعمرو الجنايني رئيس هذه اللجنة المؤقتة، وقال إن إعلان جدول الدوري كاملا هيكون خلال ايام وتطبيق اللوائح على الجميع. ماشي، شيء مهم وكويس جدا، ان شاء الله المفروض خلال ايام يكون في اعلان عن جدول الدوري، نتمنى ان الجدول يمشي بشكل مميز من غير اي تعديلات كتيره. وكمان قال ان هيكون في تطبيق اللوائح على الجميع، وده امر ايضا غايه في الاهميه، ما يكونش على حسب الاهواء او على حسب العلاقات والكلام اللي احنا كنا بنشوفه كده على مدار السنوات الماضيه في اتحاد الكوره يعني. كمان تطرق عمرو الجنايني ليه جزئيه غايه في الاهميه، تطبيق تقنية الفيديو في الدور الثاني. هو وعد بحل هذه الجزئية وهذه الأزمة، وهي في الحقيقة أزمة طبعا، أزمة التحكيم اللي كل الأندية المصرية بالمناسبة بتعيشها مش النادي الأهلي بس. العلاج للأزمة دي إيه؟ بيتمثل في حاجتين، رقم واحد إنك تطور من مستوى الحكام اللي عندك، لأن بصراحة الحكام مستواهم ضعيف بصراحة. تاني حاجة إن أنت تحاول تساعدهم، تساعدهم إزاي؟ بتقنية الفيديو. فإن أنت تحاول تطبق هذه التقنيه في مصر وتستخدمها، ده هيبقى شيء مهم جدا، وده اللي قاله الاستاذ عمرو الجنايني، ان تطبيق تقنيه الفيديو في الدور الثاني من بطوله الدوري. السنه اللي فاتت لو تفكروا حضراتكم برضو الاتحاد السابق كان قال ايه؟ الدور الثاني هننفذ تقنيه الفيديو، وادى وعود لو تفتكروا، قال للنادي الاهلي بالتحديد بخطاب رسمي في شهر 10، قال لهم يا جماعه احنا شهر 1 هيكون اول استخدام لتقنية الفيديو، مفيش حاجة حصلت. نتمنى ان المرة دي يكون الموضوع حقيقي وصحيح، وان يكون في فعلا اتجاه قوي لتنفيذ هذه التقنية، خصوصا ان هي صعبة تتنفذ مع بداية الموسم. ليه؟ لان لازم يكون في تدريب للحكام اصلا على استخدام هذه التقنية وكيفية استخدامها يعني بالتحديد. فنتمنى ان كل الامور دي زي ما قال كده الاستاذ عمرو الجنايني ان هي تحدث، وهنشوف على مدار الايام القادمه. وكل الدعم، كل الدعم للجنه المؤقته في الحقيقه، ان شاء الله نتمناهم كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه. فيما يتعلق بملف المدير الفني لمنتخب مصر الوطني الجديد، قال اتحاد الكره بشكل عام يعني ان احنا بنفاضل بين 6 مدربين لقياده المنتخب، والحسم هيكون يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء هيكون في اجتماع حاسم لاتحاد الكره او اللجنه المؤقته زي ما انت عايز تقول يعني، والاجتماع ده بعديه على حسب التصريحات النهارده هيتم اعلان الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر. الاسماء كتيره، لكن اعتقد كده من خلال الصوره اللي احنا شايفينها او المشهد اللي بنتابعه ان الاقرب يا اما الكابتن حسام البدري او الكابتن حسن شحاته لقياده مسؤوليه منتخب مصر الاول خلفا للمكسيكي الجري. ففي العموم ايا كان برضو مين اللي هيتولى
مسؤوليه المنتخب الوطني الاول. نتمنى له ان هو ان شاء الله يكون موفق بشكل كبير، واكيد ايضا هيكون ليه كل الدعم والمؤازره. عندنا ملفات اخرى كتيره جدا عايزين نتكلم فيها، اهمها ملف المدير الفني الاجنبي الجديد للنادي الاهلي. هنتابع الكلام ده من خلال اخبار النادي الاهلي في صحبه النهارده. يلا بينا.